أهلا بكم. أكثر من عام ونصف والطريق الساحلي ما بين مدينتي طرابلس والزاوية مغفلة بسبب عمليات الحرابة والسرقة التي صارت معتادة في تلك المنطقة. ورغم تعدد الاتفاقات الموقعة لفتح هذه الطريق إلا أن أي منها عرف النور بعد، وظل الطريق مقفلا واستمرت معه معاناة المواطنين المارين من تلك الطريق. ولكن وبعد بيان سرايا الثوار في الزاوية وإعطائهم مهلة لفتح هذه الطريق، رشحت الأخبار اليوم بأنه قد تم إزالة السواتر وتم فتح الطريق. فهل ستنجح مساعي فتح الطريق هذه المرة؟ ومن سيتولى تأمينها؟ وما الضامن لئلا تقف من جديد؟ كل هذه الأسئلة وغيرها محاور نقاشنا معكم اليوم في حلقة جديدة من صوت الناس، نستقبل آراءكم بعد هذا التقرير. الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية والمقفلة لمدة جاوزت العام والنصف بعد أن كثرت فيها عمليات الحرابة، راح ضحيتها كثير من المارين منها، ليضطر على إثر هذا الإقفال سكان المنطقة الغربية من سلوك طريق البحر للوصول للعاصمة أو سلوك طرق فرعية طويلة لا تخلو هي الأخرى من الخطر. طريقنا شكلت لأجل فتحها لجان كثيرة، ووقعت لأجل ذلك أكثر من 6 مواثيق بين أعياننا من الزاوية ونظائرهم من منطقة ورشفانة، وبواسطة مشائخ وأعياننا من عدة مناطق ليبية باءت كلها بالفشل، لتبقى هذه الطريق مقفلة وتزداد معها معاناة سكان المنطقة الغربية والراغبين للسفر إلى تونس برنا من مناطق طرابلس وما بعدها. تعددت الدعوات لفتح هذه الطريق وتأمينها وعدم السماح لعصابات الإجرام للسيطرة والتحكم في مصائر الناس ولو بالقوة، خاصة وأن تلك المنطقة صارت مرتعا للمجرمين وقطع الطرق، وتضرر منها الجميع سواء من مارين من تلك الطريق أو حتى من سكان المنطقة نفسها. وبعد نفاذ كل محاولات فتح الطريق الساحلي بالطرق السلمية، جاء بيان الثوار في المنطقة الغربية يدعو لفتح الطريق، وإلا سيقوم بفتحها بالقوة بعد أن أعطوا مهلة لذلك، لتأتي بعد ذلك تحركات ومساع ومشاورات لفتح الطريق. يتم تناقل خبر فتح الطريق الساحلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن تقوم مديريات الأمن في كل من الزاوية وورشفانة على تأمينها وفق اتفاق على ما يبدو بين المدينتين. فهل سيكون هذا الاتفاق حقيقيا لينهي معاناة مواطني المنطقة الغربية؟ أم أن الحل لن يكون إلا من خلال التخلص من عصابات الحرابة؟ أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في صوت الناس الذي نتحدث فيه في هذه الحلقة حول آخر المستجدات التي حصلت في فتح الطريق الساحلي. للتذكير فقط أن طريق الساحلي بعد أن قام الثوار في فجر ليبيا وما بعدها بفتحها من جديد وتأمينها لمدة 6 أشهر، وبعد أن تم الاتفاق على ما يعرف اليوم باتفاق صخيرات، أمن بعض من كتائب الثوار المنطقة وجاءهم تكليف بذلك، ثم انسحبوا من هذه المنطقة لتعود إليها أهالي وشفانة الذين كانوا موجودين بها. بعد ذلك قام بعض من هؤلاء المجرمين بالسيطرة على مدينة وشفانة، وأصبحت المدينة في أيدي هؤلاء المجرمين، فأقفلوا الطرق وقاموا باختطاف الناس ومنعهم من الطريق، وكثرت الحرابة إلى أن وصلنا إلى مرحلة إقفال الطريق، واستمر إقفال الطريق حوالي 1.5 سنة متواصلة، لم تستطع الحكومات التي جاءت أن تفتح الطريق، وأصبح الناس الذين أرادوا الذهاب إلى طرابلس إما أن يستقلوا البحر وإما أن يدوروا من حول يعني طريق طويلة تبلغ حوالي 240 كيلو متر. نستقبل محمد بن جدابي. السلام عليكم سيد محمد، تفضل. وعليكم السلام يا غالي. نبغى نقول لأن
نعم. ألو. نعم أنت معي، ما رأيك في أخبار الواردة بشأن الطريق الساحلي سيد محمد؟ تفضل. والله الخبر هذا كويس، يعني أن الناس تعبت مع غلق الطريق ومع الوضع الحالي يعني. نعم جميل. الناس تبت تجارة يعني طريق يعني. ناجي من جدابية، السلام عليكم، تفضل. سيد ناجي تفضل. سيد محمد أنت معي؟ ناجي من جدابية تفضل. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا بك سيد ناجي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل سيد ناجي. سيد ناجي نحن نتحدث عن ما هو رأيك في افتتاح طريق الساحلي اليوم؟ والله نعم. سيد ناجي تسمعني؟ يعني نقول الحلول الوقت في الوضع الحالي ما لهاش تأثير، نطلب حلول استراتيجية للمدة القادمة. نعم. مش حل خرطري، حل مشاكل عندنا نحن. أنت الآن ترى بأن هذا حل ليس حل جذري. ليس حل جذري، يعني نبغى تفعيل المديريات داخل مديرية أمن والشرطة داخل حدودها الإدارية، هي تقول هي تدير الخطة اللي تبعها. وبرضه الزاوية حتى هي عندها غرفة. نعم. غرفة مشتركة من الثوار من رجال الأمن وتناوب ودوريات تاتة. نعم. ممكن حتى إنشاء مدني فهمت. جميل. لرجال الأمن. نعم شكرا جزيلا لك. سيد خالد من بنغازي تفضل. سيد خالد من بنغازي أنت معي؟ سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد خالد ما هو رأيك الآن في أخبار الواردة بفتح طريق الساحلي؟ قطع الاتصال بيننا وسيد خالد. هل ترى أن هذا الاتفاق من الممكن أن ينجح؟ هو سؤال نطرحه يعني أيضا من الأسئلة التي نطرحها بخصوص يعني طريق الساحلي اليوم. يعني يمكن أن نسأل هل هذا الاتفاق يمكن أن يستمر أم يقف من جديد وتستمر حالة انقطاع المنطقة الغربية عن طرابلس؟ سيد مسعود من البريق، السلام عليكم. وعليكم. أهلا وسهلا بك. وحالك. أهلا وسهلا بك سيد مسعود، ما هو الحل في حالة عدم التزام؟ نعم تفضل سيد مسعود. تفضل سيد مسعود معي. سيد مسعود انقطع الاتصال بسيد مسعود أيضا. في هذه الحلقة التي نتناول فيها الحديث حول مستجدات فتح طريق الساحلي والتي حاول الثوار أنفسهم أن يجتمعوا مع أهالي ورشفانة ومن يستطيع من ورشفانة من قيادات ورشفانة فتوصلوا إلى افتتاح الطريق الساحلي، نتمنى أن يستمر. سيد عبد الفتاح من طرابلس السلام عليكم. سيد عبد الفتاح. نعم السلام عليكم. أهلا وسهلا تفضل سيد عبد الفتاح. أهلا سيد عبد الرحمن معك مبارك. أهلا وسهلا بك تحياتنا لك تفضل. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بك. مستجدات اليوم في طريق الساحلي يعني ما تعليقك سيد عبد الفتاح؟ والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شيء ممتاز جدا يعني نحن نتمنى ذلك ونتمنى أن يستمر هذا الطريق مفتوحا بدون مشاكسات، ولكن أني حسب رأيي المتواضع أن ستكون هناك مشاكل لأن يعني أرى أن الأمر مدبر من جهات خارجية. نعم. تحييد الزاوية وتحييد غريان وتحييد صدرات عن طرابلس، الأمر فيه نوع من الغموض سيد عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن. ما الحل برأيك؟ تبقى يعني الزاوية وغريان وصبرات الحرجين؟ والله يجب أن تكسر شوكة هؤلاء المجرمين الذين أفسدوا في الأرض، هذه حقيقة يعني هم بضع عشرات يعني يشوهون مدينة كبيرة زي مدينة وسطفانة، فهذا أمر الله يعني لأسف لي أن هم لا يتجاوز 100 و 150 حسب ما يقول المراقبون، فهؤلاء يجب أن يأخذ على أيديهم مما بالحالات الاجتماعية لداخل الشفانة أو بالقوة، لأن هؤلاء مجرمون فعلا سنقوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل صراحة يعني. يجب أن يؤخذ على أيديهم، ونتمنى أن الطريق يستمر مفتوحا، لكن أنا أرى ذلك لا يستمر طويلا لأن الأمور يعني فيها مشاكل. نرجو أن يكون ذلك خير سيد عبد الفتاح. نرجو أن يكون ذلك سيد عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك. محمد من الخمس، سيد محمد ما حقيقة فتح الطريق الآن بين الزاوية والشفانة برأيك؟ هل هو ماضي أم
لن يكون هناك اتفاق. سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، نسمعك بشكل جيد سيد محمد، ما رأيك في أخبار اليوم القائلة بافتتاح طريق الساحلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. حب أنني أتنصح على مجهوداتها. نعم. والكادر الفني يكون معك، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله هذه خطوة أهم في الزاوية دراما ورشفانة. نحب نقول العصابات الحرابة والعصابات اللي من الجبل من فوق قصدي نعم. لازم نروح معنا في الزاوية. نعم. في ناس تركز في طريق شيء مخصوص، وانت عارف يا اخونا. نعم، شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد. ندى من طرابلس، السلام عليكم. محمد من طرابلس، عفوا، محمد من طرابلس، تفضل. مصراتة، اهلا وسهلا بك، تفضل سيد محمد. سيد محمد، ما تعليقك؟ وعليكم السلام، ما تعليقك بشان افتتاح طريق الساحلي؟ والله انين تشدوا المجاره متين الحرابه هذه. يعني لن هذا الافتتاح هل سينجح مثلا؟ وتفتوا فيهم حد من حدود الله قدام الناس. شكرا جزيلا لك سيد محمد من مصراتة على رأيك. إذن هذه الحلقة حديثنا دائرة حول طريق الساحلي، هل بالإمكان الآن افتتاحه بعد سنة ونصف، وهل سيستمر هذا الافتتاح أم لا؟ يعني هذه الفترة الطويلة التي قضاها تقريبا هذا الحصار لمدة سنة ونصف، ربما أحمد من جدابية يجيبنا عن ما رأيه في يعني في افتتاح طريق الساحلي. سيد أحمد، تفضل. قطع الاتصال بأحمد أيضا. هل ترى أن الاتفاق من الممكن أن ينجح؟ هذا أيضا من الأسئلة التي نطرحها عليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. إذاعة تناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. يمكنكم متابعة إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة، المنطقة الغربية، عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة، مدينة زليط والخمس ومسلاته، عبر الأثير 89.3 FM. كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة عبر الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من صوت الناس، تحدثنا فيها أو نتحدث فيها حول افتتاح طريق الساحلي بعد إقفاله لمدة سنة ونصف بسبب كثرة حالات الخطف والحرابة على طريق الساحلي. فهل سيستمر هذا الاتفاق بعد فشل كثير من الاتفاقات السابقة التي لم يكن لا أو لم يكتب لها النجاح من لقاءات أعيان وكبار مجالس الشورى في المنطقتين أو بين المدينتين، مدينة الزاوية وورشفانة؟
هذا الاتفاق الأخير الذي كان من ورائه الثوار من كتائب من الكتائب المتعددة، هل يكتب له النجاح في هذه المرة أم سيكون كما سبقه من اتفاقات؟ معي أمل من مصراتة. السلام عليكم سيدة أمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. حيا الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله كل الناس المستمعة وكل الشباب في قناة التنافح إن شاء الله. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بك. وبالنسبة لموضوعك اليوم أستاذي، والله كلنا يعني للأسف كلنا تضررنا من إغلاق الطريق هذا، يعني وخاصة أنها يمكن أغلبية بالنسبة لنا كمصراتة كذن دائما عندنا مشي لتونس، يعني للأسف يعني ثانيا نقول حتى للشباب هدوما واللي بدأ الطريق وكيدة ثوار هدوما، شنو الضمانات اللي يعطوها للناس اللي حتمر من الطريق هذه؟ يعني ولا نقعد في نفس المشكلة لو للأسف اللي يدخل الطريق هذه خلاص يبدأ يا إما يهان يا إما تسرق يعني محاوته، إما يتأذى أكثر وأكثر. نحن نتمنىهم حتى طلعوا الأعيان هدوما والثوار هدوما وطلعوا عبر الأعلام ووضعوا ووضحوا يعني وضحونا شنو الضمانات اللي يعطوها للناس اللي تمر تعطيكم الأمان. وبعدين هل تسأل ولا لا يعني المصالحات الأولى ما من الناس تأدوا ويعني يسلم الله بحالهم، كمان حتى تتكلم عليهم للأسف حتى الناس اللي دخلوا في المصالحات تو ما تشوفوش فيهم يعني. ثانيا نتمنى اللي ياخذ العلاعات المصالحة، وإحنا كنا معاها فتح الطريق، لكن ياخذوا على عاتقهم في ناس تتأدى بعدين. يعني ناشي شين مصيري لما نال يطلب مني الضمان من مر نقول المقولة الشركية وللأسف يعني. نعم. إذا كان هذا جواز المرور يعني فنتأسف أن نكون عندنا ثوار بالمستوى هذا، يعني أنت لما تفتح طريق هو في الطريق ما تقولش لا، لأن ما ديما أعتقد أن المجموعة ديما الخارج على القانون، وللأسف الضمان بتاعك أنك تقول المقولة ديما الشركية الشركية هذه ما عندهم أمان، فما عندهم ما تلجمك أنك تمشي بأمان، يعني استهزاء صادق يعني كل الناس اللي تمر. نعم. نتمنى الناس سلامة يعني الأسف ما يخدوش على عاتقهم الظلم، يعني فالظلم ظلمات يوم القيامة. في اعتقادك أمل، في اعتقادك أن هذا الاتفاق ربما يكتب له النجاح هذه المرة؟ إذا اهتم وقفوا لك البيت، يعني إذا وقفوا ما تفوش طريقه كل واحد مشي لبيته. أنت بتمرر ناس تعطي الضمان للناس راهو أنت تعطي الأمان للناس. تقصدين مسافة يعني طريق ساحل؟ وكانت الكتائب يعني مش زي الكتائب الأولى ما احتيامنا ليهم، يعني ما لبوش يعني حد مثلا يشترى بالمال ولا بالخوف، يعني خوف حتى بالخوف يخليه يرد. انت ما دام عندك القدرة وعطيت الناس أمانة، دي أمانة عندك راهي. نعم. ونسأل الله عن هداية الجميع، ونسأل الله عن هداية هدوم الأسف اللي يضروا في الناس هدوما. بارك الله شكرا لك أمل. أنتقل أبو القاسم. أمل تقول ربما لن تنجح هذه افتتاح طريق الساحلي لأنه ليس هناك ضمانات على أن يمر الإنسان سالما دون أن يتعرض للأذى، ما رأيك؟ أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام سيد أبو القاسم، تفضل. أول نحييكم ونحيي هذه القناة المباركة ونحيي الشيخ ونحيي جهود الثبتة للسبيل افتتاح هذه الطريق. نعم. السؤال المطروح، لماذا أغلق هذه الفترة الطويلة؟ نعم. لماذا هذه الفترة الطويلة تغلق هذا الطريق؟ وهذا السؤال الوجه اللي أخذتنا في بوش الثاني، لماذا أغلق الطريق؟ نعم. عندما سمعوا بالثوار بأنهم سيفتحون هذه الطريق، وأتمنى من الله أن تستمر فتح الطريق، لأن هذا الطريق عام يخص الليبيين ولا يخص منطقة ولا جهة معينة، لا أخ بالقاسم. يعني كل من نعم. أيوة. كانت ربما أنا. أحد المتصلين كان يقول بأن أن هذا الافتتاح لن يستمر طويلا لأنه ليس هناك ضمانات يعني تحرس الذين يمرون من الطريق، ما رأيك؟ والله ما رأي، إذا صدقت النوايا حتستمر. نعم جميل. وإذا كانت هناك خفايا أخرى بقرار قطاع الطرق وال المجرمين إذا لم يقضوا على المجرمين وقطاع الطرق ما تستمرش الاتفاق، أنا مؤيد في هذا الرأي. نعم. لأن الاتفاق لازم يكون له ضمانات ولازم من البحث عن وضحت وجهة نظرك بالقاسم. ننتقل إلى أم هشام من طرابلس. السلام عليكم. أم بشائر من طرابلس، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك أستاذ عبد الرحمن؟ أهلا وسهلا بك الشاب الباهي، والله سعيدة أني نشوفك مرة ثانية في إذاعة التناصح. شكرا لك. في قناة التناصح، ربي يحفظكم جميعا وينصر الحق
ويحفظ بلادي من كل شر وينصرها ويقويها على كل من يعاديها يا رب. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن، والله سعيدة أن نشوفك. شكرا، عرفتك في في شكرا جزيلا لك. راديو قناة الوطنية. نعم بالضبط. أم بشائر، يعني اليوم يعني قيل بأن طريق الساحلي قد افتتح، ما رأيك بالخصوص الموضوع؟ والله إن شاء الله يدوم الحال، إن شاء الله يدوم. أنا لليوم عندنا أسرة هنا جايين ضيوف من زوارة، ما عطوش الثقة، روحوا بعد 4 ساعات وصلوا. اليوم يعني جايين ضيوف على طرابلس بعد 4 ساعات ما عطوش الثقة. يعني والله حسبنا الله ونعم الوكيل، ربي يهدي. راه حرام اللي قاعد يصير، والله حرام اللي بيين هيك في بعضنا وتفكير طرقات واشياء كيف هيك. هذا قال بي ربي، قال بي المولى جل وعلا. وبعدين أنا نعرف إنه صار صلح معهم حتى مع كتيبة الحلبوس، وشين النتيجة؟ طموا هانوا وخانوا. نعم فعلا. وشكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا أم جامع. عبد الله من طرابلس، السلام عليكم. سيد عبد الله، ما رأيك فيها في خبر اليوم افتتاح طريق الساحلي، وهل ترى أنه يستمر؟ أهلا وسهلا بك. ليك وحش يا أخوي عبد الرحمن، نشكر الجماعة في الكنترول، إن شاء الله ربي خليكم ويحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. سيد عبد الله، ما رأيك في أخبار اليوم؟ طريق نتاع ورد شفاها. نعم. مو طريق الساحلي. نعم. في دائما نفوش فيه بحكم الله اللي يدير أي جريمة، في نفس الوقت حكم الله فيه ما يتمشيش. لما طبقت بن رشير، لما المجرم إذا دار شيء في نفس الوقت ما حطاش بالحبس، إذا حطيتها بالحبس توقفتها وشربتها ونوطها ما فيش فايدة أخوي. لما يدير جريمة في نفس الوقت في نفس الطريق قدام الرأي العام، الثاني ما عادش يعاود. لكن إذا أنت بتخليه بتحطها بالحبس وبعدين بيشد لك واحد ثاني وبدلني ما بدلني، لا سواء كان من ورشة فانا، من زنزور، من الزاوية، من طرابلس، من أي وش، من أي بلاد، من مطراكة، إذا ما نفتش فيه حكم الله، حكم الله ما في حد يعترض عليه. أن يعترض عليه هذا الله معطينا. نعم. هذا يعتبر بالشيء. تبدأ الطريق مفتوحة، لكن إذا أنت خليته دار جريمة وما تكلمتهاش ما فيش فايدة أخي. نعم، وضحت فكرتك سيد عبد الله، شكرا جزيلا لك. أم محمد من العجلات، أم محمد كيف كنتم يعني تفعلون إذا ما أردتم زيارة العاصمة؟ أم محمد، أم محمد معنا؟ أم محمد باهي، الحمد لله أن الطريق فتحت والحمد لله عموما. نعم. لكن باهي الناس اللي ماتوا هذا كانوا يزوروا ويمشوا وقتلوهم في الطريق، كيف بيديروا في طريق ورشخ؟ ماذا تعنين تحديدا سيدة أم محمد؟ قصدي ناس اللي طرابلس راحت ورشخ. نعم. كيف يعوضوا هذوكم واضح اللي ماتوا؟ يبدو أن يعني لديك لو تدخلين في مكان فيه تغطية جيدة. نشوفه سالم من طرابلس، السلام عليكم. سالم من طرابلس، أهلا وسهلا بك سيد سالم. سالم من طرابلس. أيوة سالم، ما الحل في حالة عدم نجاح فتح طريق الساحلي؟ بداية نحييك يا أخوي عبد الرحمن ونحيي المشاهدين. تحياتي. والله ونحب نشكر كل من قام بهذه المبادرة من أخوتنا الطيبين في ورشفانة وفي الزاوية، فلهذا لابد نشجعهم ونعطي كلام. معي يا أخوي. معك تفضل. لابد نعطي كلام طيب ونشجع الناس هذه، وفي نفس الوقت لابد من كل المدن وكل العائلات رفع الغطاء الاجتماعي. ما نعرفاش والله، وكان يكون ولدي ما دام يدير في جرائم في الطرق في ورشفانة في الزاوية في طرابلس، هذا اش بندير به؟ يوقف السيارات ويقتل في الناس ويخلف في املاك الناس. نعم. يجب على الناس الليبيين كلهم يتبروا من اي مجرم فاسد دار اي بلا في ليبيا، نتخلصوا منه. هذا جرتومه، هذا هم قاعدين مسبين مشاكل مأخرين المصالحه في ليبيا. نعم. واحنا نشد على ايديهم ولابد نشجعهم، اهلنا في الزاويه ورشفانه وكل من ساهم في هذه المصالحه. بارك الله فيك يا اخوي. شكرا جزيلا لك. سالم من طرابلس، الفاخري من سلوق، السلام عليكم. سيد فاخري، سيد فاخري، ماذا تقول في افتتاح طريق الساحلي بين طرابلس والزاوية اليوم؟ والله طبعا هذه خطوة كويسة وكذا، لكن نتمنى أن لأن الطريق هذا من جيش الكرامة، جيش حفتر نحترم وجهة نظرك سيد سالم الفاخري.
في طريق الساحلي التي افتتحت اليوم، نتمنى من الثوار حقيقة استكمال هذا الإنجاز بتأمين الناس، لأن الناس الآن يقولون بأننا لا يمكن أن نمر من هذه الطريق مرة أخرى حتى نضمن من يحمينا داخل هذه الطريق. فهذه كانت تقريبا مجموعة من الآراء. من الآراء أيضا قالت بأننا نستقبل الضيوف، وعندما يريدون العودة سيعودون لمسافات تقريبا يعني مسافة 4 ساعات في الطريق وأكثر. هذه أيضا بعض آراء المناطق الأخرى. يستغرب أحدهم أيضا في أن يعني الزاوية وغريان وصبراتة ومناطق المنطقة أو المناطق الغربية وغرب طرابلس تحديدا تستثنى ربما لما فهمته من حديثهم لمشروع مؤامرة أو نحوها. عموما هذه آراء مجموعة الذين اتصلوا بنا. نستقبل أبو خبلين من ورشفانة. السلام عليكم أبو خبلين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كنا بنعلق على معلش فيه مداخلة خشب، قال لما سمعوا بالثوار بيصحى هذه فتنة تعتبر عيب، والله عيب. والثانية قالت ما تبقوا معهم الحبلوس وخوف الموضوع وخانوا. ليش وضح وجهة نظرك سيد أبو خبلين؟ طلعت امرأة ولية ايش يعني؟ أبو خبلين أبو خبلين الحبلوس وخانوا أبو خبلين خاين ما تشنيش الكل. هذا البرنامج هو صوت الناس، يمكنك أن تعرض فكرتك مباشرة دون سيد بوخبلين. يمكنك أن تدخل مباشرة في عرض الفكرة التي تريد توجيهها. نعم قطع الاتصال بوخبلين. المهم نحترم كل وجهات النظر من المشاهدين، طالما هذا البرنامج هو لكم وأنتم من تعبرون فيه. سالم من صبرات، السلام عليكم. السلام عليكم سالم. هل تزور مدينة طرابلس؟ أنا بقول حاجة وخير. ألو نسمعك بشكل جيد. نبي نقول لك حاجة باهي. أنا نمشي ديما من صبراتة لتونس لطرابلس، والله الإشاعات بتقول فارغة دي، والله ما هناك، والله الأمور كويسة والشفانة بالزاوية 100% وما فيش الإشاعات، والله ما هناك. وأنا شفت كلمة فيه. هل تمر بطريق ساحلي؟ نمر مع الماية، نمر مع صبراتة، مع درقوزة، نمر مع الزهرة، نمر مع كله، نمر معه. هل يمكننا والله ما في حاجة دبي، والله لا. اليوم يعني جاءتنا صور بالفيديو في ازاحة السواتر، فهل انت تستحق الان يعني سيد سالم شكرا جزيلا للسيد سالم عموما لانك لا تريد ان تسمعني. عموما ليس الخبر كالعيان، وانت الان تخبر ونحن نريك بالصوره ان سواتر كانت تقفل الطريق الساحلي وكانت تمنعه، والقصص كثيره ولا داعي ان ندلل لك اخي سالم. عليك ان ترى بعين الواقع، وانت ستسال عن هذه الكلمه التي توجهها عموما الى سالم من طرابلس مره اخرى. السلام عليكم سيد سالم. سالم تفضل. ما يا اخوي ولا نحن على الهواء، تفضل. شكرا بارك الله فيك على البرنامج هذا، وطبعا كنا نرحبوا بالمبانة. كلمتك سالم بكري بالله، تو اللي يتصل لي تو قبل شويه من بنغازي، واخوتنا ومدينه عزيز علينا. معي يا اخوي. معك يا سالم. بالله تو تقول لي حفتر وتدخل لي في مش عارف عقيله صالح يا رازل. خلي ولاك لرب العالمين ولبلادك يا رازل، ايش ندخلنا في الاسماء؟ المفروض يقول عني فرحانين ان الطريق انفتحت وفي مصالحه بين الزاويه وبين ورشفانة، ونتمنى يعم من البلاد السلام. خاص لي في حفتر وخاص لي يا رجل، اتقوا الله. يسرنا من القبليه ويسرنا من فخامه رئيس مجلس النواب والفريق واللي يا رجل اشحوا لي ليبيا يا رجل. تعب عليكم ياسر من سبان المدر، ليبيا كلها شريفه راه. نحترم كل وجهات النظر سيد سالم، شكرا جزيلا لك سيد سالم من طرابلس على هذه المداخلة. ننتقل أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من صوت الناس لفاصل قصير، نعود بعده بإذن الله. السلام عليكم. اسألوا تاريخنا، اسألوه هو يجيبكم يا رجال. سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة،
يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا وإذا دعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام آمينا النصر إلا من عند الله النصر إلا من عند الله الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر للمشاركة في برنامج صوت الناس يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية 021-33-47-401 021-33-47-402 وأيضا على رقم 021-33-47-403 كما يمكنكم التفاعل مع موضوع حلقتنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي التالية أهلا بكم حول موضوع الساحلي نستقبل اتصالاتنا اليوم نستقبل سيد عبد الرزاق من أجدابي سيد عبد الرزاق من العجلات أهلا وسهلا بك السلام عليكم. أهلا وسهلا. نهارك طيب إن شاء الله. يعني أخي عبد الرزاق أنت تزور طرابلس من حين إلى آخر. يعني حدثنا عن هذه المشكلة وخاصة اليوم يعني نتحدث حول يعني موضوع افتتاح طريق الساحل يعني. أولاً السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم نحيي أخي البرنامج عبد الرحمن. شكرا لك ونترحم على شهدائنا من بداية 17 فبراير لحد الآن والطريق هذه والله رحمة تأثر على ليبيين الكل يعني المنطقة الغربية والشرقية وكنا في أزمة والله العظيم من ثلاث نواحي يا عبد الرحمن نعم والحمد لله الآن يعني تعتبر المبادرة طيبة ونحيي كل من شاف في هذه المبادرة ونشد بأيديهم يعني ونقول إن شاء الله لما ربي عند الساس والعباس وحد سبيل حتى كل نفوس وكل مجد واحد ما فيش فرق بين الشرق والغرب والجنوب والشمال نعم. كل الليبيين نعم كيف استقبلت خبر افتتاح كل من دخل فيها وكل من شارك في هذه المبادرة جميل والله سهلت بتساهل هذه الأمور يعني من جميع النواحي يا ونحييك أنت وليك وحدة والله على الساسة وبارك الله فيك أنت وكل من معاه شكرا جزيلا لك. والله شهدانا دائما والله شهدانا وزين لك كل مدينة بالنهاية لك. هذا 17 فبراير يعني يفرح. شكرا لك. زينب من طرابلس، زينب اخ عبد الرزاق من العجلات كان يمدح هذه المبادرة، ما رأيك وأنت من طرابلس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أترحم على شهداء ثوار 17 فبراير ومجاهدي درنا وشورى بنغازي وجبهة سرت بالنسبة للطريق الساحلي ممكن الاتفاق كويس من وجهة نظري ما لم نعرف بنود الاتفاق علشان اتفقوا لأن ورشف أنا قالوا احنا مشينا للمجلس الرئاسي يعني لحكومة ليونة والسراج واتفقوا معهم شن هي البنود اللي اتفقوا عليهم واحدة من البنود قالك تعويضنا ماديا مين بيعوضهم الشعب اللي بيعوض ورشف أنا على اي اساس يعوضهم خير ما يعوضوش الزاويه مثلا ولا يعوضوا غريان غريان قاتلين منهم حجاج واحد حاج ماشي لبيت الله شدوه في طريق المطار وهذه معروفه من 2014 من قبل حتى فجر ليبيا ومن 2013 خير ما حدش يتكلم عليه جبل نفوسه وعلى المشاكل اللي عندنا في العزيزيه لازم المفروض ما يدروش اتفاق كل واحد مع واحد مع ورش الثانيه المفروض اتفاق كله كل المنطقة الغربية وجبل نفوسة كل مع بعض يتفقوا على حل ورش الثانة إذا كان طرابلس يعني استفاد منها في منطقة السواني ونجيلة يعني أقارب يسكن في نجيلة مزوزين طلعوه من أحياشهم وقالوا ما هذه أرضنا في نجيلة قالوا لهم هذه أرضنا كيف تنحل مشكلة فردية تنحل مشكلة ما بين الزاوية والمنطقة الغربية والشفانة والجبل نفوسة اللي قاعدين يمشوا من سباعة ويمشوا من طريق قصر بن قشير والعزيزية مسكرة لحتى هو المفروض هذا حل فردي أو حل جزئي ما ينفعش
زي ما قال الشيخ الصادق الغرياني المفروض ورش فانا يشوفونها حل. وتو صدقني مش تو بيقول لك حتنحل القضية، خذ شهر اثنين وتو تشوف المشاكل. هل رجعوا أهالي الزاوية، رجعوا لورشفانة، هل رجعوا لغراينة للعزيزية ولورشفانة؟ قول لي ما ينحلش قضية، ما فيش نص حلول. أنا من رأيي ما هوش حل، هذا هذا مؤقت، وهذا حتى اللي يكسب المجلس الرئاسي دي آية فقط. وضحت الفكرة، هذا من وجهة نظري. وشكرا لك لأنك صراحة البرنامج عدادة كويس بالإضافة للأستاذ محمد الخلاب. شكرا جزيلا لك سيدة زينب. بشير من الزاوية، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. شكرا لهذا البرنامج، ونحب نقول كلمتين يا أخوي. تفضل. نشكر أهالينا في الزاوية ونشكر أخوتنا في ورشفانة، رانا هنا أسرة واحدة وخشوا بناتنا أصحاب السوء، ونتمنى من الله ان المشاكل ما ترجع اولاد بعود، وراي ورشفانه هي الزاويه والزاويه هي ورشفانه، لكن اصحاب السوء هم اللي خشوا بناتنا، والحمد لله ان شاء الله تكون عبره لهم وعبره لينا، وندعو من الله ان الطريق ما تتسكر ولا تصير بناتنا مشاكل باذن الله. شكرا بشير من الزاويه على هذه المداخله. فرج من قصر بن بشير، تفضل. فرج من قصر بن بشير، السلام عليكم. الله. كان تحدثنا سيدة زينب، قالت أن هذا الاتفاق ليس ناجحا حتى تجتمع فيه المنطقة الغربية بالكامل، ما رأيك؟ نعم. كانت متصلة قبلك قد ذكرت بأن هذا الاتفاق لن يكون ناجحا إلا باتفاق المنطقة الغربية بالكامل. والله احنا شن نبولهم، نبولهم التوحد ونبولهم يوقفوا وقفة الليبيين مع بعضهم، وهذه في نهاية بلادنا قعدنا الموضة متاعنا نقصوا بهم، نمشوا من الصحراء بهم لتونس، والناس تعاني والمنطقة الغربية تعاني، اللي بيجي لفارس وعنده مريض عنده اي ورقة بيديها، ما حتى احنا نفشل كيف في الحاجة هذه يا اخوي. نعم. والمفروض احنا ليبيين في النهاية ليبيين، عندنا مجلس شيوخ، عندنا الشيخين الحجاج، نقول احنا العيال بتاعنا المفروض هذا هو اللي يكعزوا ويحلوا مشاكلنا، اللي عنده ولدي شده واللي عنده ميتان حاجه هو اللي يتكلم من الاول، الشيخين واللي ناسنا واللي عيالنا، وبعدين احنا الطريق الساحلي ونفتحها. وضحت فكرتك اخ فرج، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا سيد فرج على مداخلتك. ابو خالد من طرابلس، السلام عليكم. ابو خالد من طرابلس، تفضل ابو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، نتحدث حول الطريق الساحلي، تفضل. الله يبارك فيك اخوي، وربي يحفظكم قناه التناصح ان شاء الله. بارك الله فيك. والله يا اخوي هذه فتح الطريق راهو فيها شك، هذه فتح الطريق راهو والاتفاق هو ان شاء الله احنا ان شاء الله خير وخير للبلاد، اما لان هذه مصالح الطريق هذه لاخوتنا في الزاويه وفي ورشفانه نفسها وفي صبراتة صرمان، لكن ان شاء الله تدوم ما تسكرش ثاني، سمعت؟ ان شاء الله. ايه وان شاء الله بالاحسن الاحسن، احنا كل ما حاجه فيها خير وفيها مصلحه للفلان كويس، مش بيقول لي حفتر وما حفتر، قاعدين بالاسامي الاولى احنا وان شاء الله خير. والله العظيم راه احنا اثنين الثالث وضحت فكرتك، شكرا. لا سنة ومعاها مسكر الطريق. نعم شكرا. في اللي يطلعوا من جزيلا لك ابو خالد. خمسة ساعات. نعم وضحت فكرتك ابو خالد. انتقل لمحمد من طرابلس ايضا. سيد محمد، هناك من قال لا ينفع في هذا الامر الا ان نتحاكم الى الدين وما قاله الشيخ صادق الغرياني تجاه هؤلاء المجرمين الموجودين او المطلوق سراحهم في المنطقه، ما رايك؟ السلام عليكم ورحمه الله، احييك يا اخي عبد الرحمن على هذه الاطلاله، واحيي كل طاقم العمل فريق العمل معك في قناه التناصح وكل القائمين على هذه القناة الطيبة، وأتمنى لكم التوفيق. بالنسبة لموضوع ورشفانة، موضوع اليوم يعني الطريق، أنا بالنسبة لي أنا يعني ما عنديش أمل أن هؤلاء لديهم ميثاق أو لديهم عهد، لا ميثاق لهم ولا عهد لهم، هؤلاء سراق قطاع طرق مجرمون
يقطعون الطريق، يسرقون وينهبون أموال الناس، ولم يعني ياريت كان الموضوع مقتصر على الأموال العامة وأموال الدولة، حتى أملاك المواطنين، حتى الأطفال لم يسلموا منهم، قتلوا الأطفال، يعني ارتكبوا جرائم. هؤلاء مثلهم مثل الدواعش، الدواعش الموجودين في سرس مثلهم مثل هؤلاء الموجودين في ورشفانة. فهؤلاء يسمونهم جيش القبائل، تقصد مجرمي ورشفانة، جيش القبائل الإرهابي أو تنظيم جيش القبائل الإرهابي، وأولئك اسمهم تنظيم الدولة وهو تنظيم إرهابي. هؤلاء مثلهم مثل بعض، ويعني نهجهم نهج واحد: القتل، السرقة، النهب، الظلم، الدمار، التخريب. ولا يحق فيهم أو ولا يجب أن نفعل فيهم إلا ما قاله لنا علماؤنا الأجلاء الفضلاء الذين أحييهم، وعلى رأسهم فضيلة العلامة الشيخ الصادق الغريحاني. نعم. أسأل الله أن يتبت على الحق وأن ينفعنا بعلم محمد. هؤلاء هل ترى أن هذا الاتفاق سيستمر محمد؟ هذا الاتفاق الحاصل اليوم، يعني ولو كان اتفاقا بسيطا، وهل ترى بأنه سيستمر وسينجح؟ يعني أخي، يعني ما فيش واحد ما يتمناش الخير، وكنا نتمنى الخير ونتمنى السلام ونتمنى أنه ما يكونش في حرب. لكن السلام اللي بيجي اللي بيخلي اللي موجودين في ورشفانة توا موجودين قاعدين يأمنوا في الطريق، وبالعكس أنا بنعطيهم شرعية القبيلة وشرعية الدولة، بعدين هم بيفرضوا أنفسهم علي أني أنا يكونوا معي شركاء في الوطن. هؤلاء ليس شركاء في الوطن، هؤلاء مجرمون حتى ولو كانوا أبناء الوطن. يعني قلت لكم زي الدواعش اللي موجودين في سرت، هذوم ليبيين وهذوكم ليبيين ومخلطين فيهم معهم أجانب. لكن شكرا محمد على مداخلتك، انتقل. شكرا محمد على هذه المداخلة، وضحت فكرتك. عادل من غريان، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم، شنحاكم نشكركم على المجهودات هذه. شكرا جزيلا لك، تفضل. والله أنا بنكلمك الأخت بكلمة، لما قلت فتح الطريق، كيف فتحوا الطريق؟ أولام أنا عندي ولد عمي مشطوه في طريق الهيرة خاش لركعات، هذا إيش فتح هذه؟ والله الذي عاية للسراج فتحة الطريق هذه، لأنه هو في تركيز. هو لما تقول فتحت الطريق الساحل، طيب نقعد غدوة نعاني ودار خطف المواطن، تجيز ضريبة على المواطن العادي، ويقعد الدعاية للساسة أو فتح الطريق إعلاميا. يودي انا نشوف فيها في خيانه. تو في قناه النبا وقناه التناصح، هذا اللي نتفرج عليه، ولا نتفرج على قناه النبا، الاتصالات كلهم دعايه، زاد كل دعايه لشنو؟ لجيش القبائل والناس اللي قتلونا. مفروض النبا والتناصح الناس هذا المفروض يبعدوهم على الاذاعه بتاعنا اول حاجه. وثاني حاجه، والله الطريق مش حتنفتح حكا باتفاق مع هي ورشفانة دوله، والله مدينة في دولة. بالتأكيد أنها مدينة. هي مدينة في دولة ولا دولة؟ نعم بالتأكيد أنها مدينة، لكن لابد من الاتفاق. هي بالتأكيد أنها مدينة، لكن لابد من الاتفاق. يعني زوج السراج اتفاق كيف؟ باش زوج الساسة مش ديت. يعني الاتفاق كيف؟ الاتفاق حتى يضمن الكل سلامته في الخروج من الطريق. معقولة أنت تتفق مع واحد مجرم؟ كيف تتفق معه؟ آليات الاتفاق لم تظهر إلى هذه اللحظة، لكن الطريق الآن يقولون بأنها مفتوحة من الزاوية إلى جزور. الاتفاق لم تطلع. أشوف، معلش سامحني، لا تصيرني عليك التعقيد. نعم تفضل تفضل. الاتفاق لم تطلع إلى هذه اللحظة، صح ولا؟ نعم. معناها بتجيح مسكين. نعم. ما فيش اتفاق، في دعاية لفايز ترخش. شكرا جزيلا لك. الفكرة نعم. بالله خرخوتها هي، أنا مستعد عليها. معقولة بعد فاتورة الدم هي اللي اندفعت فيه سرد يطلب دعم من الأمريكان اللي يضربوا داعش؟ نعم. كنت راقد. لنترك الفرصة فعلا. شكرا جزيلا لك سيد عادل من غريان، فكرتك وضحت ولدي اتصالات أخرى، دعني أستقبل هذه الاتصالات. غير اسمع بالله سلام للشيخ صادق الغرياني، يعني عادل بالحاج من الكليبه باي، ولازم تحرير في اختراق في المؤسسات نتاعنا، قاعدين نفس الاولين الخونه الاولين، كيف بتمشيها انت؟ لجان الصلح اصلا ما نسمع عليه من الزنتان، من هم لجان الصلح من الزنتان هذا؟
كيف لجان الصلح من الزنتان احنا؟ ترى في ابو شيبة جونا لنا عندنا، كيف الصلح من الزنتان؟ كيف ناس اللي في الصلح هم كانوا يكذبين هم في الصلح؟ والله ما يجي انا نشوف هيك تزويقه اللي فايز سراج ما وطاحت شعبيته وطاحت طريق الساحلي وعندي يد نضرب بها في اللي يتحرك ولا اللي يجي ضدي، ما ندفع فاتورة الدم دي كلها ويطلع فيه السراج بقرار تدخل خارجي، معناه انت افتحت تدخل لكل واحد، كيف دي قرار تدخل خارجي بعد فاتورة الدم هذه اللي دفعناها الأبطال اللي ماتوا على منه؟ والله الا استنزاف لثوار 17 فبراير ومؤامرة قوية، ما دامنا مؤسساتنا قاعدة فيهم الخونة. انا نختف الاتصالات شكرا جزيلا لك عادل، أعطيناك جزءا من الوقت ويجب أن ننتقل إلى ضيف آخر معنا. نقول السلام عليكم معي لموسى من الزاوية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شو حالك عبد الرحمن؟ أهلا وسهلا بك سيد موسى، تفضل. مش عارف خير، كان في القناة مش راضيين عليها فتحت الطريق يا صفوري عبد الرحمن. والله هذه آراء المتصلين. الآن المتصل يقول بأن هذا يعني تزويق ربما للسراج، ما رأيك أنت؟ وضح لنا ما حصل الآن في الزاوية، هم لم يفهموا هذا الاتفاق. والله إن شاء الله بس أنتوا قناتكم بس تدعو للخير وتدعو للبس اللي توحدوا بين الليبيين وتفكونا من المفتي اللي كله كله. أرجو أن تعيد الاتصال بين السيد موسى بخصوص هذه بالخصوص الحديث حول هذه الحلقه. مكي من غريان، السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الرحمن. اهلا وسهلا بك مكي. هناك من يقول بان الافتتاح هنا هو تزويق لربما للسراج، هل هذا دقيق او هذا ربما مصادفه فقط؟ والله مشكوك فيها الموضوع، هو مشكوك فيه شك، قاعده الامور قاعده فيها شك. كان بيديروا صلح صح 100% يفتحون لحد خطنا 100%، لان انا الساحه طرابلس هي قداش ما نزلتلهاش. شو رايك؟ ما نقدرش ننزل، يشدوني يطلبوا عليا مليون وين بنجيبوا لهم المليون؟ فعلا يبدوا يديروا صلح صح ولا يطلعوا الخونة لي في كل مكان، حتى في غريان اللي ما ينفعش اطلع عليه اللي طوي يطلع على اي شخص ما ينفعش برا من المدينه بتاعه. اي شخص في وشفانا في زنتان ويصفوا نيتهم بينهم وبين ربي وتمشي له 100%، لكن ما دام قاعد في ناس قوانا وفي ناس تبي تخنب وفي ناس تبي تسكر الطريق، معناها الامور بدات تو يفتحوا الطريق قداش يوم ودوره يصير فيها التمشيط في الدار الناس من الايام، هي الامور سيوله عندك يعني دايره صح ولا لا؟ نعم. معناها تواتي في بالتاكيد. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك اخي مكي من غريان على هذه المداخله. اذا هي حلقه قدمناها لكم من عن طريق او تحت عنوان الطريق الساحلي، حاول فيه مجموعه من ثوار الزاويه افتتاح طريق الساحلي. ربما ما زالت الامور ليست واضحه تماما، اختلاف الاراء المشاركين معنا اليوم بين مؤيد وبين يعني مترقب وبين مشكك ايضا في موضوع فتح طريق الساحلي. الى حلقه اخرى باذن الله تعالى من صوت الناس، متمنين لكم اوقاتا طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.